السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سماسيمو سيمو من قناة كوكي هاند ميد. سابقا دلوقتي بقينا سماسيمو سيمو القناة عشان ما تتلخبطوش، وبقى في مؤشرات البحث بنبحث عن سماسيمو سيمو. وحشتوني جدا جدا جدا، انقطعت عنكم فترة طويلة قوي 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 قوي، وصحيت من النوم كده قلت والله العظيم اللي انا هعمله النهاردة هصوره لكم. هنعمل اكله بسيطه جدا جدا جدا. هنعمل رز وفول، الفول الحريتي او الفول اللي هو الاخضر. اكله اقتصاديه، بس طبعا في الظروف اللي احنا فيها دي مفيش حاجه اقتصاديه دلوقتي خالص. لو عملت رز حاف فهو مش اقتصادي. كل المكونات اللي عندي هتبقى الفول الحريتي، انا مثلا ده كيلو وربع او كيلو ونص، بس طبعا هو بيصفصف على حاجات بسيطه لان هو اصلا الفول يعني معظمه بيبقى قشر، وبصلتين مفرومين. وركزوا بقى في البصلة بتاعت الفول ده كويس جدا. هنحط حلة على النار، هنحط حلة على النار، واول ما تنشف هبدأ احط ايه المادة الدهنية بتاعتي. تمام. طبعا كل المكونات هي الفول، البصل، الفلفل، الكمون، الزيت، الميه اللي انا هحطها عليه لما يعني البصله تحمر. ركزوا جدا، انا بنبه في موضوع ان البصله تحمر دي، لان انت البصله لو غمقت منك زياده عن ما هي مطلوبه بتمرر فبتبوظي الاكله خالص. الحله بتاعتي سخنت يا بنات، هنحط بقى خلاص الماده الدهنيه كميه كده يعني لا باس بيها، لان طبعا ايه هنحمر فيها زيت، طبعا هنحمر اسفل هنحمر فيها بصل. طبعا بقالي فتره ما يعني ما كنتش معاكم في الفيديوهات، فطبعا ملبوخه متلخبطه، ماسكه الفوم في ايدي على فكره لان الترابط لسه مكسور ولسه ما نزلتش، يعني مش بنزل الا قليل جدا. ان شاء الله هنجيب واحد جديد ونصور لكم عليه. انا بنات ما الزيت سخن زي ما انا كنت موريكم قبل كده، ان انا بحط ايديا كده علشان اشوف الزيت سخن ولا لا. اول ما الزيت سخن فنزلت عليه على طول بالبصل. هنراقب بقى البصله دي مراقبه جيده جدا. انا طبعا محضره الفول، محضره هنا ميه مغليه، لازم تبقى الميه مغليه. يعني مثلا انا هعمل مثلا كوزين رز اللي هما مش كوبايتين، لا كوزين، الكوز اللي هو ربع وقه اللي هو بتاع اللبن النيدو ده. زمان بقى انا عشان انا قديمه بس شويه، فعشان كوزين الرز دول باخد لهم كوزين او ايه بقى كوبايتين كبار كده معينين زي الكوز بالظبط، كوزين ونص بقى ايه ميه، لان انا بزود نص ميه لايه للغلي بتاع الفول، لان انا هسيب الفول يغلي يعني على مغسل الرز مش عارف ايه، يكون هو اخد كده غلوتين واخد اللون البني مع البصل، وبعدين اقوم منزله عليه ايه الرز. فانا هقعد بقى اعمل البصله وهنراقبها بقى كويس لغايه ما تاخد اللون البني الجميل اللي هو ايه اللي هو مش محروق، اللي هو المكرمل الجميل ده. ده بقى ايه يعني، بصوا بقى ده نفس البصله بتاعه الصياديه اللي هي ايه في سمك صياديه احنا بورسعيديه بنعمله، بنعمل مثلا نفس البصله دي كده بالظبط، ونحط عليها نفس الميه برده ونحط السمك فيها. السمك يقعد 3 دقايق بالظبط لان السمك بيتهري بسرعه، ونطلع السمك ونبدا نغسل الرز ونحطه فيها، يبقى الرز غامق برده والسمك غامق صياديه. هو نفس البصله برده بتاعه الرز والجمبري، هي هياها نفس البصله الغامقه دي برده، يعني انا بستخدمها في كذا حاجه او نفس الطريقه، هي نفس الطريقه بنات. لو هتعملي رز وجمبري، لو هتعملي رز وفول، هي نفس الطريقه. تمام. كمان ان شاء الله هحضر لكم فيديو جميل قوي عن طريقه عمل الكفته الكبيره والكفته البورسعيدي، تحفه 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 تحفه. ومش هعملها لكم المره دي بقى بالجمبري يا بنات، هعملها لكم بالشكال. طبعا دي جديده هنزلها لكم ان شاء الله على القناه. طبعا انتوا طبعا مستغربين طقم حلل تفاله، هو بقاله عندي بتاع سنه وشويه، جبته ايام ما كنت بشور بنتي بقى، كنت ايه حبيت بقى ان انا اجيب طقم بقى سهل في الاستعمال، مع العلم ان انا فعلا انا ما بحبش الالومنيا بامانه، بس للاسف لان انا بقالي فتره طويله تعبانه فبصراحه استسهلت. وطبعا لازم يبقى معاكي
المعلقه اللي هي ايه اللي هي السيليكون علشان خاطر ما يتجرحش، ولا تغسليه بقى بسلكه ولا الكلام ده، لان اول ما يتجرح فيبقى غلط عليكم وعلى صحتكم والكلام ده. هنراقب بقى البصله الاول ما يوصل اللون اللي هوريه لكم كمان يعني دقايق ابدا خلاص احط عليها الميه. لو نلاحظ انا بقفل الفيديو عموما وارجعه تاني، فاهميني مراحل يعني بعمل لكم مراحل اهو. تلاحظوا ان ايه البصله بدات تغمق سنه كمان، كل ما بتقعد على النار كل ما بتغمق. انت بقى ما تبطليش تقليب، ليه؟ لان انت لو بطلتي تقليب هتلاقي الحوافي اخدت لون واللي في النص ده اخد لون تاني. لا، انت عايزه كل البصل اخد نفس الدرجه من اللون، تمام؟ خليكم معايا برده. اظن كده بنات شايفين برضو تغير تاني، الدرجة غمقت اكتر، بس انا طبعا لسه ما وصلتش للدرجة اللي انا عاوزاها، الدرجة المكرملة دي. ده انا كده لسه ايه يعني، انا كده ممكن اطبخ بقى اللي هو اعمل مثلا كوسة، اعمل حاجة اللي هي بدأت ايه تصفر اغمق سنة. لا، انا لسه عايزة ازود كمان. ركز بقى مع بعض يا بنات، لان انا خلاص ما عادش ينفع اقفل لكم الكام، لان البصلة خلاص داخلة في دورة كرملة اللي انا فعلا محتاجاه عشان ما تتلهفش. انا محضره جنبي الميه المغليه، خلوا بالكم انت لازم تبقي عامله كده محضره حاجتك جنبك، ما تبقيش مثلا هي تسيبيها وتروحي رايحه جايبه الميه تقوم هي ملطوعه او مسوده، أو اول ما تسود او تبقى بني غامق قوي هتديكي طعم مر، مراره مش حلو، ويبقى شكلها وحش كمان في الرز. بصوا بقى اللون، بصوا اوعي الحوافي دي تبقى لون والنص لون. ركزوا بنات كويس، على فكره اقسم بالله دي من الحاجات اللي بتبين شطاره الست. انا خلاص اخدت اللون اللي انا عاوزاه، بصوا اللون خلاص هنزل عليها بالميه. خلاص كده انا كده تمام، خلاص هنزل برده الفول. خلاص هنبدا بقى نحط ملح وفلفل، طبعا مش بحط فلفل كتير يعني، فلفل بصوا ايه حاجه كده بسيطه، انما الكمون هو اللي ايه حبه يعني معلقه كده حلوه كده، لان الاكله دي اصلا كمون، بتحب الكمون يا بنات، الاكله دي بتحب الكمون. وطبعا هنحط ملح برضو، ثواني كده هنحط ملح والفلفل والكمون. هتقولي لي بحط ملح قد ايه؟ هقول لكم على كل كوبايه ميه حطتوها هحط معلقه ملح صغيره بس مش قوي. حلو اهو، حطي بقى عليها وهسيبها يعني تغلي كده حوالي 5 دقايق كتير على ما اروح انا اغسل الرز وكده واحضر. يبقى كمان يعني تسخن، لان لما تشرب لازم تحط على شياطه سخنه مش شياطه بارده، تمام؟ ارجع لكم تاني. الفول اهوت، بصوا الفول بدا ياخد من لون البصله، يعني هو كده ايه بدل ما يتحط ايه زي الرز، لا ما يتحطش مع الرز هو، لا 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 فاهميني. احط بقى الرز بقى يا بنات، انا غسلته وصفيته اهو، غسلت الرز وصفيته، انا هنزل عليه انا بقى بال كده، معلش خبطتين كده عشان ما فيش رزايه تهرب مني. خلوا بالكم يعني عشان حرام الوقت الظروف صعبه. هو ده اللون اللي انا عاوزاه، اللون البني الرايق ده، مفيش ما تلاقيش فوق الوش بصلايه محروقه ولا الكلام ده. طبعا هنوطي عليه بقى، مش هنخليه عالي قوي يعني، هنخليه نص نص اللي هو مش عالي ومش متوطي عليه جامد خلاص. وهنسيبه عريان طبعا مش هنغطيه، انما لما بيتشارب هوريكم ان انا هنقله على العين الثانيه اللي هي اللي عليها الشياطه زمانتها سخنت دلوقتي خلاص. اول ما يتشرب هوريكم تشرب ازاي، هقلبه وانقله على العين التانية واغطي عليه علشان خاطر ما يعجنش. يعني انت طالما معريه كده وهو هو بيتشرب مش هيعجن الانفلفل معاكي، تمام يا بنات؟ راجع لكم تاني بنات. ده شكل الفول والرز لما تشرب، بصوا بقى انا هقلبه كده، هقلبه اهو، بصوا خلاص الشارب. يعني ايه الشارب يا بنات؟ وطبعا انا قلت 100 مره ان انا بخاطب مش بس اللي مش بتعرف تعمل الاكله دي، انا بخاطب البنات اللي لسه متجوزين جديد واللي بصوا ال 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 البخار طلع سد الكام. البنات اللي لسه متجوزين جديد اللي لسه ما يعرفوش اي حاجه عن الطبيخ، ومش كل البنات ليها امهات على فكره، في امهات والدتها متوفيه بتتكسف تسال حماتها
خلاص هو كده اتشارب خلاص، هغطي بقى عليه وهنقله على العين اللي فيها الشياطة. هنطفي بقى العين دي خلاص وهننقله. نقلنا بنات خلاص على العين اللي فيها الشياطة خلاص كده، اول ما يستوي واغرفه هوريهولكوا برضو. اهو بنات الفول والرز استوى خلاص ماشي. عايزه اقول لكم بقى السؤال بقى اللي انتوا دلوقتي بتقولوا ايه، طب انا هعرف منين ان هو استوى؟ انا هقول لك بقى، انت قلبي كده وقبل ما تطفي عليه، قبل ما تطفي عليه هو الفول استوى عموما، لان الفول ملوش روح يعني مستوى بسرعه. انا هاخد رزيتين كده بس هدوقهم خلاص هو استوى، يعني بتدوقيهم كده. طبعا انت عارفه طبعا بتاكلي الرز ازاي، زي ما بتاكليه زي ما انت هتبقي خلاص توقفي عليه، هطفي بقى عليه واغرفه. يبقى انا كده خلاص الرز كده بتاعي استوى تمام، هغرفه واوريه لكم. خلاص انا كده خلاص غرفته بالهنا والشفا بقى. طبعا انا ما قدمتش لسه جنبه حاجه لان انا نازله رايحه مشوار، ولما اجي بقى اعمل لهم السلطه وكده مش هياكلوا دلوقتي. لو عجبكم الفيديو اتمنى بقى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي لو عجبكم، تحطوا لي التعليقات في الكومنتات يعني تعليقكم عليه لو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.